حياكم الله مشاهدينا الأكارم، مشاهدي شاشة السومرية، وحلقة جديدة من برنامج الناس برمضان. حلقتنا لهذا اليوم من منطقة العطيفية. بالصدفة اليوم شفنا الشباب الحلوين اللي هم ساقي دراجات الهوائية، جروب فيما بينهم. هذا الجروب أو هذا التجمع يعتبر أكبر تجمع للدراجات الهوائية على مستوى الشرق الأوسط بحسب المعلومات اللي خدناها من الكبات اللي موجودين. اليوم رياضة الدراجات الهوائية تعتبر هي من الرياضات اللي أول شيء تحافظ على صحة الإنسان، لها طاقة إيجابية، لها جو، تخلق جو جميل بالمناخ، طقوس مناخية جدا جميلة. وهذه الصورة، صورة الشباب من اليوم اللي هم من مختلف القوميات ومن مختلف المناطق انجمعوا هذا التجمع، وهوية واحدة، نعم هوية واحدة، هوية العراقية. هذا هو الإثبات اليوم للشاب العراقي، هذا هو الشاب العراقي. نعم تحضره، ثقافته، شهاداته، وعيه دليل واضح على رقي الشاب العراقي. هذه هي الصورة، صورة الشاب العراقي. أما الصور اللي بعضها اللي تشوه صورة إخواننا العراقيين نقولهم ما راح تقدرون، شبابنا وثقافتهم ما راح تقدرون. رياضات الدراجات الهوائية تعتبر هي من الرياضات الحيوية، لكن للأسف اليوم تدخل ببعض السلبيات، ما لها دعم حقيقي، دعم حقيقي نقول شبه معدم، جهود ذاتية. ومنظمين هذا التجمع وينطلقون من عند مناطق بغداد يتجولون. أول شيء صورة حضارية لبغداد، هذه الصور نشوفها بالدول الأوروبية، لكن اليوم بفضل الإخوان نشوفها ببغداد، ويفترون بالمناطق الشعبية والراقية، يطلعون من منطقة الشعب يروحون للمنصور، ومن منطقة مدينة الصدر يروحون لليرموك، يقطعون الكرخ والرصافة بالرياضة الدراجات الهوائية. دليل واضح على أنه اليوم عراق واحد، شعبه واحد، هويته واحدة. هذه هي الأهم رسالة يوجهها الشاب العراقي للجميع، يقولهم احنا ايد واحدة متكاتفين، رياضة وجميلة كلها طاقة إيجابية. أنا اليوم بنص أخوتي دا أحس بالطاقة الإيجابية، الشع 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 من داخل هذه النفوس النظيفة. بين أهلي وناسي هذا التجمع بمنطقة العطيفية نقولهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم، شلونك كابتن؟ أهلا وسهلا بك كابتن، مو لفظتي كابتن. نعم احنا هنا كنا كباتن. كباتن ايه. ربي يحفظكم. الله يخليك. اول شيء ندخل بالاجواء الرمضانيه. نعم. الاجواء الرمضانيه شلون نشوفها ببغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العراق هو عباره عن حديقه ورد بجميع الوان الورد الموجود به، من اقصى شماله الى اقصى جنوبه، ذهابا الى الشرق ثم الغرب، جميع محافظاته، جميع اطيافه هم عباره عن ورود. والله لين انتم ورود. احسنت، الله يخليك، ربي يسلمك من لطفك هذا. طبعا فريقنا يدعو الى السلام والى حريه الانسان في التعبير بشكل صحيح، التعبير عن وجودك كونك انسان، تدعو للإنسانية، تدعو للإنسان. نعم تدعو للإنسانية، تدعو إلى النظام، تدعو إلى القانون الصحيح اللي يحمي الإنسان، ووفر دفء اجتماعي مهم للإنسان في كل الأجواء، تكون أنت دافئ اجتماعيا وتحظو بالسعادة. اليوم رياضة الدراجات الهوائية، هذا التجمع أو هذا الفريق، فريق بايك داد. فريق إيش؟ بايك داد. بايك داد. نعم. تمام. هذا الفريق بحسب المعلومات اللي اخذتها من كباتن قبل بدء التصوير يقول هو اكبر فريق على مستوى الشرق الاوسط، صحيح؟ اكيد المعلومة. اكيد نعم. معلومه دقيقه، معلومه صحيحه. فريقنا فريق بايك داد، من حيث العدد والعده والتنظيم هو اكبر فريق للدراجات الهوائيه في الشرق الاوسط. فريق بايك داد يعمل بطاقات ذاتيه وامكانات خاصه بينا، يعني ما عندنا اي جهه تدعمنا حاليا. نعم. جيد. الاخوان اللي موجودين، الكبات اللي موجودين من منطقة واحدة لو متنوعين؟ من جميع أطياف العراق بشكل عام، ومن جميع مناطق بغداد. عندنا أيضا ناس بالمحافظات، لكن يصعب التواصل يعني بشكل مستمر، بين فترة وفترة تصير عندنا ذهاب إلى محافظات ونروح نلتقي بهم هناك. أما الإخوان الأعزاء، معذرة، الإخوان الأعزاء من جميع مناطق بغداد، من العبيدي، مدينة الصدر، إلى عظمية، ذهابا إلى السيدية، عامرية، منصور، وشعب كل المناطق بغداد نلتقي سوية، نجتمع كأنما إحنا عائلة واحدة.
نعم. زين، اليوم نشوف انه العنصر النسوي مر يعني بين فتره والثانيه نشوف بنيه يعني وحدها سائقه بايسيكل وتمشي بشارع بغداد، تدعون انه اليوم للبنات النساء العراقيات انه يمارسن هاي الرياضه ويدخلن بالفريق لو شنو بس فقط على الرجال؟ طبعا الفريقنا الميزه اللي مختلف بها عن بقيه الفرق الرياضيه مع جل الاحترام والتقدير لبقيه الفرق، خلق مساحه ما بين الرياضه والتنميه البشريه. زين. فاحنا اغلبنا موظفين وعندنا كسب وعندنا جل من زين. جميع اطياف العمل في العراق والوظائف، خلقنا مساحه مشترك ما بين الرياضة والتنمية البشرية بحيث من ضمنها هو تمكين المرأة، تمكين المرأة والسعي قدر الإمكان لرفع مستوى الاحترام لها وعدم حدوث المضايقات لها من تكون في حالة قيادة الدراجة الهوائية. قبلها كانت تقود السيارة تتعرض إلى مضايقات، هسه لا، شوي شوي فريقنا روج إلى هذه الثقافة الإيجابية وجعل أنه ركوب الدراجة الهوائية بالنسبة للمرأة شيء طبيعي نوعا ما نسبيا طبعا، حتى لا نكون متفائلين هواي، لكن التفاؤل موجود إن شاء الله، التفاؤل موجود وإن شاء الله الطاقة الإيجابية كلها موجودة بيكم وجودكم. عافية عليكم. الله يسلم. صراحة مشاهدينا الكرام منشوف إجي طاقة شبابية ودعوات، دعوات للتنمية البشرية وتمكين المرأة، أي ما يعني اليوم 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 العراق يا أخي شوفها بخير. اي نعم بخير أكيد. هذه رسائل، هذه رسائل 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 فعليه واقعيه، هذه الاجواء، هذه اجواء بغداد، هذه اللي عرفناها، هذه اللي حكانا عليها ابائنا واجدادنا وعمامنا واصحاب الشيبه اللي نلتقي وياهم برامجنا، يقولون بغداد فهذه بغداد، هذا الشاب العراقي طاقه ايجابيه جميله جدا. يعني اليوم أنا دا أحس إنه أكو طاقة إيجابية دا شع النفوس، نفوس الشباب، لكن الشيء الحقيقي اللي محتاجيه الشباب هو الدعم. يا ريت إنه يكون من ضمن حسابات الجهات المعنية الحكومية الشباب العراقي اللي عندهم مثل هيك طاقات ندعمهم حتى يستمرون بهاي. اسمح لي من ضمن الرسائل الإيجابية اللي بعثناها، جعلنا كل بايسيكل هو عبارة عن كلمة تتحرك بالشارع وتوصل هذه الرسالة، أنه العراق هو بلد السلام، الله، بلد الحضارة اللي هي ما يحتاج إلى توضيح لكن إحنا نأكدها مرة ثانية. شكرا لك، شكرا. شوف بقية الإخوان. مرحبا عمو حبيبي، شونك؟ هلا، أخبارك؟ هلا عبد الله، ما شاء الله عليك. الحمد لله والشكر، أنا هذا الفريق خلاني أحس أني شاب ما شاء الله، وشباب أكثرهم هنا يقولوا إحنا نلتمس الطاقة الإيجابية من عندك. الله يبارك. أنا عمري 62 سنة طول العمر الحمد لله والشكر، بس البايسكل خلاني أحس نفسي شباب، طاقة، حافظة اللياقة، جسم الإنسان، جسم اللياقة، الغذاء، كل شيء كل شيء كل شيء. هاي الشباب الحلوة وهاي اللمة الحلوة. حضرتك من وين؟ أنا من بغداد، شارع الكفاح. شارع الكفاح. نعم. يا هلا يا هلا، هلا بالكفاح يعني نخصهم دائما بالسلام ونقول لهم بدول قلبك، كلهم هاي كرم وجود قلبك. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. الصفة المميزة بالرياضة الدراجات الهوائية بشنو تلخصها؟ شنو صفة أحلى صفة بيها من تصعد بالبايسيكل؟ أحلى شيء تشعر بيه شنو؟ تحس نفسك أنت يعني عندك طاقة، تحس نفسك شباب. الناس يعني أنا بالنسبة لي قبل رمضان بيوم طلعت للنجف بالبايسيكل من بغداد للنجف؟ من بغداد للنجف. أهل النجف هناك تلقونا، ها حجي مدري شنو، بارك الله بيك مدري شنو. قد عمرك؟ 62 سنة. 160 سنة جداني طول العمر لك، عمر 62 سنة إخوان. شيء جميل، شيء بشيء يذكر. نعم. أنا لما الباسكت جالس تلقاني منتي تعبان ومريض وكذا، بس الباسكت دكتور كل الأمراض إن شاء الله. حلو يعني، شيء حلو وشيء مفرح اليوم إن نشوف رجل بهذا السن بهذا العمر 62 سنة ومن بغداد لحد محافظة النجف اللي ما يقارب تقريبا 150 كيلومتر، 190 كيلو، 190 عداد عن 190 كيلو، 190 كيلومتر قطع هذه المسافة على البايسيكل. أنا هنيك بدول قلبك، شكرا جزيلا. أشكرك. لأصحاب الشيبة الرائعين، الرياضة، اللياقة، الطاقة الإيجابية، الحمد لله وشكرا. شكرا لك. أنا أشكرك. شكرا بدول قلبك حبيبي، شكرا لك. والإخوان البقية أعتقد اللي كابتن ابراهيم، والكابتن ابراهيم. مرحبا كابتن ابراهيم، خليك خليك من البايسكل، خليك انا اجيك هنا من البايسكل. شلونك؟
شلون أخبارك؟ الحمد لله بخير. الأجواء بعد الإفطار لها لذتها الخاصة ويا ممارسة الرياضات؟ طبعا أكيد، لأن وراء الإفطار تعرف شوية الإفطار جسم يعني يقوم يحرق في إرادة إنه حرق، فإحنا نطلع جولات خاصة الجو حاليا يعني جو ربيع وكلش حلو يعني، فنطلع نحرق ونطلع نتونس نلتقي بأصدقائنا بالفريق. احنا طبعا كل الاعمار موجوده بالفريق، نعم، وفريقنا صار له سنتين حتى ويانا فريق نسائي نوبات يطلعون ويانا، كنا نساء عنصر نسوي نساء ويانا، وعندنا نشاطات هسه حاليا النشاطات الخارجيه متوقفه، عندنا نشاطات مخيمات نسوي، قبل فتره رحنا الحبانيه، رحنا سلمان باك، رحنا بالبايسكل تطلع من بيتك؟ من بيتنا نطلع نتواعد في مكان معين مثلا، نطلع جوله نطلع ذهاب جولات الخارجيه اكثر، او يعني الاكثر مسافه أي. انه قطعتها بالبايسكل ايش قد تقدر بالكيلومتر ايش قد ماشي بيها؟ والله رحنا الحبانيه، رحنا بتنا، وثاني يوم رجعنا تقريبا يعني مشي انا هسه شلون اي 190 اي تقريبا 160 كيلو الى 160 الى 170 متواصلة. لا مو متواصل نرتاح محطات لا نرتاح هناك، ثاني يوم نرجع مثلا بتنا بالحبانيه سوينا مخيم حتى دي جي ومسابقات جر الحبل مجر الحبل يعني مسابقات كلش حلوه، واحنا عندنا نشاطات اصلا يعني ويا وزاره البيئه، فاخذنا ويانا سلاحف هديناها بالمي، هاي تابعة يعني شغلات للبيئة، خدت سلاحف سلاحف ويانا وهديناها بالمي، هاي يعني تشجع للبيئة وشجع على طيب. أنا أشكرك جزيل الشكر عمو، قلت لي أنه أنت رحت للنجف ورجعت خط السير الأول أنه ذهابك للنجف هو 190 كيلو والرجعة الرجعة كان باكر رمضان رجعت بسيارة رجعنا بالسيارة، بس بدنا ناخذ هاي المعلومة الجولات اللي قبلها لا رحنا وجينا رحت وجيت اللي قبلها 190 بارك الله فيك كربلاء أربع مرات كربلاء أربع مرات نعم ما شاء الله عليك ما شاء الله وما الحبانية رحنا بتموز يعني ما الحبانية فتشي فوق الطبيعي وعندنا بنية كابتن أمبال راحت رجعت ويانا ما شاء الله بنات أي بنات ويانا طلعوا وصلوا فريق يصير يعني مأمنه ويا الفريق لان احنا حمايه وياها ويانا قوات امنيه ويانا كذا ويانا اكيد اكيد اليوم 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 الشباب العراقي دا يضربوا هواي امثله صحيح دا يضربوا امثله لا للتحرش ماكو تحرش احنا دا نشوف نسانا دا يطلعن باوقات متاخره من الليل الساعه 11 وساعه ب 12 خلال عندنا شعار احنا بوحده جولات لا للمخدرات يعني بالنسبه لل حتى التدخين يعني احنا اكثرنا كانوا يدخنون من انضموا للفريق بطلوا التدخين تركوا التدخين اي كابتن حسنين بيتهم بالحسين من الحسين هنا مرحبا كابتن شلونك شنو اخبارك حياكم الله مرحبا يا هلا حياك الله رياضه الدراجات الهوائيه بعد الافطار انه مثل ما تكلم الكابتن انه هي يعني تهضم الاكل تعيد نشاط الدوره الدمويه تحرر الطاقه بشكل صحيح اكيد احلى شيء تحس بيه من تصعد هذه الدراجه شنو الشعور اللي ينتابك بهاي الدراجه يعني انا عمري 43 سنه يعني نقول عمرك ايش قد 43 سنه ايش قد عمرك 43 سنه ما شاء الله الله يبارك فيك فاول شيء اول ما اصعد الدراجه يعني انا دراجتي موجوده يعني وقت اشتريتها غالي موجوده بالبيت مركونه من تعرفت على بايك داد حسيت بقيمتها هي كانت مركونه بالجراج الجراج وهي كان سعرها كلش غالي منسيه تعرفت على بايك داد وهاي الوجوه الطيبه والكباتن اللي كلهم طاقه ايجابيه يعني فحسيت بقيمه الدراجه قمت اخليها بصف غرفه النوم يعني داخلها جوا ما اخليها برا خلي دراجتك البايسكل مالتك يمك لا مو يمي كلش بس بالغرفه ما اخليها برا كنت اخليها بالجراج برا على حال السياره تتراب وش اسمه المطر عليها من انضميت لفريق بايك داد لا يعني صارت عزيزه حسيت بقيمتها زين هو فقط كابتن هو فقط هذا الجروب انه فقط بالسير يعني مشي الدراجات لو اكو مثلا باستعراض حركات يعني احنا ما عندنا استعراض بس عندنا مبادرات يعني اللي اقصده انه فقط انه انتم تسوقون هذه الدراجه لو اكو بها حركات اكو بها يعني مثلا يعني اذا صارت عندنا مخيمات او فعاليات اكو عندنا شباب متمرسين على الحركات ودرجات خاصه مع الحركات يقومون بهذا الشيء يعني التوجيه مشاهدينا الاكارم نلاحظ بشوارع بغداد للأسف بعض الشباب اللي نتمنى يكون عندهم الوعي بشكل صحيح إذا تريد تستعرض بالدراجة الهوائية أو الدراجة النارية مثل ما نقول الدراجة
دراجة الستين والثمانين والمئة وعشرين، نتمنى أنه تبعد عن الاستعراض داخل الشوارع. أول شيء راح تسبب يعني خطر لنفسك، وراح تسبب خطر للسائق مال المركبة. فنتمنى أنه يكون الاستعراض بمكانات مخصصة لكم، ومارس هاي الهواية اللي تمتلكها. أما الاستعراض وبين السيارات وصعد على تاير وهيك شيء، أول شيء راح تربك الشارع، ثاني شيء أنت راح تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، صح؟ أكيد أكيد هذا الشيء. إحنا الاستعراض يصير بساحات خاصة، مخيمات خاصة ما نقوم بها بين السيارات، لأنه هم نحافظ على حياة الكباتن زملائنا اللي ويانا، وهم يعني من عرض من نوجه صورة سلبية للفريق للمجتمع. دائما مسيرنا منتظم، دائما مسيرنا منتظم. شكرا لك. مرحبا، شلونك؟ شلون أخبارك؟ خل أجي يمك هنا. شلونك كابتن؟ الله يسلمك وحبك حبيبي. امورك؟ قالوا عليك انه انت شاعر، شاعر من الفريق. انا مو شاعر بس اكون متذوق للشعر وملقي للشعر. تلقي شعر؟ ان شاء الله. نسمع شعر. نسمع شعر. كنا وياك. زين، اول شيء بالله خلنا نبحث عليها حتى لا تصير بها اخطاء. يعني حقوق شاعر. زين. تمام، اول شيء عبر منصتكم، منصة قناة سومرية، تحية حب واحترام لكم، ورمضان كريم على كل الشعب العراقي وعلى كل عائلة بايقداد. نقول بالشعر للشاعر مصطفى العيساوي. شو يقول؟ يقول حط بالظهر سكين. نعم. ويقول لي شو تقول؟ حط بالظهر سكين. حط بالظهر سكين ويقول لي شو تقول؟ شو تقول؟ قلت له انت راعي البيئة شو تخلي مقبول؟ الله. الدنيا تتعب من تحطنا ببالها. زين. انا اول ما صرت خيالها. الليل رافقني وترست عيونه نوم وفرزنت نجماته من هلالها. عافيه. يقول له الميت تعرف عزيزه من النقاب، والجنازه تبين من الشالها، شايل براسي حكي من احكي اموت، اكو ناس صعدت بالحكي ومالها ومام. شلون اكو ناس صعدت بالحكي؟ انعين ايدنا هذا بالازمه. يقول الميت تعرف عزيزه من النقاب، والجنازه تبين من الشالها، شايل براسي حكي من احكي اموت، اكو ناس صعدت بالحكي ومو مالها. السلم من اليسرى ما داخل مضيف، ومن تلوم الناس قال ايش مالها، وما محول يم سلف ما بي كبير، وما مسولف سالفه يم الصغار، ولا مثن حكايته وقايل دخيل، ولا مفرع يم عقل مطلوب اثار. اكره الورده الترافع بعرك عيب، انا احب السيف شي صاحب قرار، طيحه الما عند اخو مثل بايقداد تعثر مضيف، المال بالوادي مربع يقضيها صار. الله اكبر. شويته طيحت الما عند اخو تعثر مضيف، المال بالوادي مربع يقضيها صار، وشويه التنور تمطي الخطوه العفو، وشويه التنور تطي الخبز صيط، طبع المعذب تشوف ببابه نار، الطير لو صفق جبال الرحيل، الطير متوارد احسه ويا القطار، الماي يخلي روح القيمة نقدر، ليش هواي ناس مستحنق لها الكبار، وابقى عالي الماي يلوحك صوت شديه. الخبزة كانت عالية بوقت الحصار، وهي سمعة وناسنا تحب الصفير. الله. المنجل من تقول له شيخ يصير سيف، وينسى اسمه ويمشي باسمه المستعار، وما قعدت براز غير وبوقت ليل. وما قعدت براز غير وبوقت ليل. سوري، طبعا هي القصيدة طويلة ما حافظها. شكرا. تحية لكم وتحية لقناة السومرية. صفقة صفقة صفقة. يحفظكم الله على راسك. شكرا لك. شكرا. اليوم يوم سعيد. حبيبي استاذ. يعني هذه أجواء كلها طاقة إيجابية. لاحظ إنه اليوم الشباب اللي حتى وين مارس هذه الرياضة، رياضة الدراجات الهوائية، هو يمتلك طاقات أخرى. إلقاء الشعر هو يعني الشعر أحد الشعراء تحياتنا له، لكن هو عنده القابلية لإلقاء الشعر، فأيضا تعتبر هذه طاقة. نعم، اليوم الشاب العراقي مملأ بالطاقات، مملأ بالكفاءات، فيحتاج الدعم يا أخوان، يحتاج الدعم، ودعم حقيقي، مو صح؟ صحيح. من اللي عندكم بعد إنه قال يتكلم لغات؟ شخص قاله؟ كابتن قاسم. كابتن قاسم، إذا ممكن نشوف كابتن قاسم.
سوى له نداء كابتن وائل. كابتن وائل، كابتن وائل شلونكم؟ شلونك كابتن؟ رمضان كريم عليك. علينا وعليكم ان شاء الله. عليكم بالخير. الله يحفظك، نشرف بكم قناة السومرية. اليوم التجمع بايقداد، هذا التجمع رقم 184. 184 184 جولة، مو بس داخل بغداد، في مختلف العراق. غطينا أغلب المحافظات من نشاطات متعددة. فريقنا متواجد بأكثر من رسالة، سواء كانت على مستوى الرياضة أو الصحة أو النشاطات المختلفة اللي تدعم البيئة واللي تدعم الأيتام. أول فريق في العراق وأكبر فريق بالشرق الأوسط بايقداد. الفكرة بالنسبة لي عن تجربتي أنا شخصيا، أتصفح الفيسبوك بشكل اعتيادي، أشوف فريق باللون البرتقالي متواجد ويتجول هاي كافة المناطق والمحافظات، عجبني أنه أجي أشارك. طبعا من تجي هنا أشارك وسط من الجولة الأولى، تحس أنه أكو في شيء جديد بحياتك صار وسط هذا التجمع. حلو. والأصدقاء اللي هذا الأصدقاء اللي تكونوا كلهم من خلال الجولات وصاروا مثل أخوتنا وأصدقائنا اللي دائما عائلة. عائلة بالضبط. احنا بالضبط احنا دائما هنا من نجتمع نقول عائلة بايقداد. الله يبارك. لما النادي النداء واحد، جاهزين الكل يقول لك احنا جاهزين بصوت واحد. عفية عليك. تمام، وهذا واحنا مستمرين ان شاء الله. شكرا لك. شلونك؟ السلام عليكم. رمضان كريم. اهلا وسهلا. رمضان عليك بالخير والبركة. دراجات الهوائية لها مواصفات خاصة أنه تكون ضمن الفريق له أي دراجة؟ إذا نتحدث عن الفريق ونوعية الدراجات الموجودة ضمن الفريق، يرحب بدراجات الترحال اللي هي ودراجات الرود، أيضا الدراجات الجبلية لها مكان، تجد مكانها بالفريق كونها تحمل مواصفات قوة ومتانة، وطبعا انعكاس الشوارع على القطع الخاصة بالدراجات إلى أثرها. طبعا بعض الدراجات يعني تعاني من الشوارع وظروفها. أيضا بما أنه الآن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن فريق، الفريق يختار المسارات اللي تكون مريحة للدراجات وللفريق أيضا، بحيث ما تصير عندنا العطلات المتكررة وتلف القطع. نعم. رياضة الدراجات الهوائية احنا دا نشوف انه اجواء يعني بعد الافطار انه الشباب دا يروحون للقهاوي، قضوا وقت طويل بالقهاوي، طبعا كل واحد وله طقوسه، لكن تنصح الشاب انه بعد الفطور انه يمارس اي رياضة معينة؟ اليوم الرياضة يعني اصبحت لها يعني دور اساسي بحياة الشاب. يعني من مكاني هذا أخاطب الأخوة اللي أتصور هم كلهم في يوم من الأيام كانوا رياضيين، يعني الكثير ممن يرتادون المقاهي، ممن يرتادون الساحات، مكانات الترفيه، إلهم أثرهم في يوم ما بالرياضة، كان أما قاعة حديد أو قاعة فنون قتالية أو كان في ساحة كرة قدم، لكن بسبب عدم توفر الظروف، عدم وجود المحفزات، ترك هذه الرياضة. ترك. فاتجه المن، اتجه للمكانات اللي جاي يسوق إلها كأنه هي مكانات ترفيهية، بل هي مكانات قد تكون قتل لمجتمع كامل، قتل للشباب. الآن النرجيلة وغير النرجيلة هذه تعادل أضعاف السجائر وغيرها من الأمور، ومو بس أيضا هي تأثيرها على الصحة، تأثيرها على الأخلاق، مع احترامي للي يرتادون المكانات يعني. كل واحد وصير هنا رغبته. نعم، لكن أدعو هؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام رياضيين ولمسوا أثر الرياضة عن قرب وشاهدوها عن كثب ولمسوا انعكاسها على الجانب الصحي والأخلاقي والاجتماعي، أن يعودوا لهذه الميادين وبقوة. حان الوقت لإحداث تغيير في هذا الجانب، لإحداث مجتمع شاب له إمكانية توعية المجتمع وخلق مجتمع شاب رياضي صحي كاره ورافض للكسل بشتى أشكاله. نتشرف. التمسنا مشاهدينا الكرام بهذه الحلقة أيضا أنه موضوع التوجيه لأصحاب الدراجات. يعني عند نشوف الفريق ونشوف الكباتن كلهم لابسين الإجراءات الوقائية، يعني إجراءات السلامة خال الخوذة، لابس اللبس
مناسب للدراجة، كذلك أنه الكسارات يسموها يمكن كسارات اللي نعم كسارة يلبسها، هذه شروط سلامة. نتمنى أنه بقية اللي يستخدمون هذه الدراجات والدراجات حتى النارية مثل ما ذكرت بداية الحلقة أنه يرتدون هذه، يرتدون الخوذة وكل الإجراءات السلامة، حتى أول شيء لا سامح الله إذا تعرضت لأي حادث فأنت راح تكون محافظ على يعني نفسك من الآثار اللي راح تتعرض لها، آثار الحادث، لأن هذه تعتبر هي وقاية لك. فنتمنى من الأخوان اللي يمارسون هذه الرياضة واللي يستخدمون الدراجات أنه يرتدون الخوذة وباقي الأمور اللي متعلقة ب سياقة هذه الدراجات. شكرا لك. خلي شلون ننزل هسه احنا لازم. احنا عندنا ايضا بالفريق شجعنا انه على فجانب اخر انه نكون مع عوائلنا. رمضان كريم. رمضان كريم. ينعاد عليك عليك ان شاء الله. صحة وعافية. الله يسلمك. قالوا انه صوتك حلو. اي نعم. خلنا نسمع لنا شيء. يلا نسمع. يلا خلنا نسمع كلنا. طبعا بما انه اليوم عندنا لعبة مال محيبس. زين. فدائما بالمحبس يغنون مربع. مربع. فاليوم نسمعكم مربع. يلا خلينا نسمع مربع. بس شباب ويانا. يلا شوية صفقة. يلا. الطير كرخي للرصافة شجابه، الطير كرخي للرصافة. يا عيني كرخي للرصافة. الطير كرخي للرصافة. الطير طير مقصقص جناحينه. نوصح اللي وحده يلعب مخلينا، هالطير طير مقصقص جناحينا، نوصح اللي وحده يلعب مخلينا، على ذره ودخن من زغره مربينا، على ذره ودخن من زغره مربينا، تدرون جاب حشاي دمه ترابه، الطير كرخي للرصافه، يا عيني كرخي للرصافه، هالطير كرخي للرصافه، يا عيني كرخي للرصافه الجابه. عاش 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 الصوت هذا. المربعات شنو تعني اليوم اللي هنكتها بأجواء رمضان؟ طبعا المربع طور تراثي ودائما يعني برمضان ينعاد، لان اكثر يستخدموه بلعبات المحيبس، فله فد نكهه خاصه بلعبات المحيبس وبالامسيات الرمضانيه. اكو مربع العراقيين يعني كلها تحبه. هو اول شيء يكون للمراه. شايف بعد ما اريد ياهو مرتي تقول اي شايف بعد ما اريده اي 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 صحيح بس مقطوعه صغيره من عدها ممكن مرتي تقول شايف بعد ما اريده ومرتي تقول شايف بعد ومرتي تقول شايف بعد ما اريده هذا الشايب لقيناه هذا الشايب طبعا احنا ما عندنا شايب طبعا اذا احنا العمر مجرد رقم فريق بايقداد العمر مجرد رقم الله يا ربي صحة وعافية ايكم وشكرا لكم على هذه الاجواء شكرا شكرا عمو مرحبا رمضان كريم نعد عليك بالخير والبركة انا بس اريد احكي عاقب عن الدراجة والصحة مثل ما يعني هسه اني لعبت هواي رياضات لعبت ساحة ميدان لعبت كمال السهام كل هالما فادتني أنا مريض بالغدة الدرقية ودائما رحم الله وديك دائما جسمي مطل السمن أكثر مطل السمن أي فبالدراجة الهوائية شفت فرصة أنه أحافظ على وزني حتى لو ما أضعف بس أحافظ على وزني واكتشفت أنه اللياقة محافظة على البيئة هي هواي أمور تساعد الإنسان يعني حتى هرمون السعادة تفرز يعني تقضى على الطاقة السلبية بالدراجة أي للشخص يعني هذه يعني توجه بها نداء إلى الشباب أنه يمارسون هذه الرياضة أوجه نداء لأصحاب الجسم اللي يعني البدين السمين هاي يعني هذا لا يكون عائق لك أنه ما تصعد الدراجة الهوائية أكو دراجات خاصة أنه هي جبلي تتحمل لحد وزن 150 كيلو نعم اي فيعني احنا اذا جيت ويانا بالفريق احنا نساعدك بالدراجه الهوائيه وبالقياسات وبكل شيء خليه ينزل وزنه يعني لا تاخذني انا لان ما شاء الله عليك انت تقول يعني كنت انه صاحب سمو هسه وزني كان 140 ونزلت لل 100 وهسه حاليا رمضان تعرف اكل هواي فرجعنا بس الحمد لله اللياقه يعني الحمد لله كل زين يعني ما شاء الله شكرا لك وصحه وعافيه مرحبا مرحبتين شلونك خلوا بينها بالنص
شلونك؟ الله يسلمك حبيبي، شلونك؟ اول شيء رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الاجواء الرمضانيه اللي احنا نشوفها رصدناها بحلقاتنا السابقه، المقاهي، لعبه المحابس، اليوم مثل هذا الجو، الجو الشبابي اللي مملأ بالطاقه الايجابيه. الدراجه الهوائيه، من تصعد هذه الدراجه الهوائيه اول شعور ينتابك شنو؟ والله هو الدراجه الهوائيه رياضه وثقافه، تحافظ على البيئه. تحافظ على البيئه صحيح. نوجه رساله للشباب العراق كافه مو بس بغداد، ان شويه يعطون اهتمام للدراجه الهوائيه. الدراجه الهوائيه اولا هي راح تساعدك بالتنقل داخل منطقتك بدون ما تاخذ تاكسي او تاخذ او دراجه ناريه تلوث البيئه وحوادث. هاي دراجة آمنة وصديقة للبيئة، صديقة للبيئة، وتساعدك في التنقل داخل بغداد وداخل منطقتك بسهولة، بسهولة وبرياضة، انت محافظ على رياضتك وتتنقل براحتك. شكرا جزيلا. مرحبا. غايتنا برنامج الناس برمضان، اول شيء نشوف هاي الضحكة على وجوه الشباب اليوم. الضحكة والابتسامة هي نوع من التفاؤل ونوع صحيح وواضح بموضوع التفاؤل، فاحنا يسعدنا اليوم نشوف شبابنا بهذه الضحكه وبهذه الطاقه. هذا يعتبر دليل حقيقي على التفاؤل اللي يشع من نفوس الشباب. طيب حضرتك تجيد اللغه الانجليزيه؟ نعم. بطلاقه فقط اللغه الانجليزيه لو غير اللغه؟ اتحدث انا لغتين، اللغه الانجليزيه والفارسيه. اللغه الانجليزيه والفارسيه. الانجليزيه كوني مدرس لغه انجليزيه وكرديه، كوني مدرس لغه انجليزيه اطيق. اريد توجه رساله إلى العالم أجمع بما أنه هي اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة بدول العالم. تقولهم عراقنا بخير، شبابنا واعي ومتحضر، وتقول رمضان كريم للأمة الإسلامية كافة. Okay. First of all, I'd like to say or talk about two parts of. The first part is about sport. This is sport. This sport is very important for everybody, for every individual, because it helps you and protects you from many diseases such as hunger, heart attack or strokes and cancers and a lot of disease. This is number one. Number two, their saying says that melancholy is incompatible with biking. اللي هي يعني الكآبة لا تتطابق مع البايسيكل. So this is about sport. هسه تحدثنا عن فيما يخص الرياضة. Now I would like to send this message to all of the world. I would like to tell all the world that Iraq is the cradle of civilization and it is as Sumerian and many civilizations are waged from this country. And the Mesopotamia, this is the essence of all the cultures all of the world, Hammurabi and a lot of civilization. And as you see, Iraq is not suffering from anything anymore. Before that, terrorists hurt our country, but now Iraq is safe and everybody live and smile, and we are touring in our country everywhere we would like to go. It's very safe and Iraq is peaceful and calling for peace. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome. ما شاء الله، يعني الطاقات واضحة. طاقات واضحة. اليوم هذا التجمع وهذا الجروب ما راح نقول عليه بسيط، لا هو مليء. مليء أول شيء بالأعداد. ثاني شيء مليء بالطاقات. الرياضة بحد ذاتها هي طاقة إيجابية. أي رياضة كانت. ساحة وميدان، لعبة كمال الأجسام، كرة القدم، السباحة، الألعاب الصالات، كذلك أنه للدراجات الهوائية رياضة حقيقية. اليوم نشوف أنه تنطي أول شيء المظهر والقوام الصحيح لجسم الإنسان، جسم الشاب. نشوف أنه ما شاء الله عليهم أجسامهم محافظين على صحتهم، مثل ما شفنا الأخ قبل قليل، حتى ما راح نقول عليه حجي لأن ده هو ما شاء الله عليه 190 كيلومتر قاطع هاي المسافة كلها بالدراجة، فشي كلش إيجابي. يعني اليوم الرياضة هي أساس، أول شيء عقل السليم بالجسم السليم، فمحافظين على هذه طاقاتهم العقلية بأجسام صحيحة. نتمنى نشوف شبابنا بالمستقبل مهتمين بالرياضة أكثر، ونشوف أنه لهم إقبال أكثر على كل الرياضة، ما تقتصر على رياضة معينة، لا كل الرياضة. مرحبا. هلو. هلا تعال بس اوقف تعال اول شيء زين اجي لك اني
يا حبيبي. ها بعتني. السلام عليكم، اشرف بيكم. انا جاي ويا هاي الرحله الجميله ويا بابا وفريق بغداد. عفيه اجين يلا فريق فريق بغداد بعدين. هذا الكابتن، كابتن اصغر كابتن موجود حقيقه، هو هذا البطل الصغير. خاض المسافات البعيده، خاض الصحراء ويا والده، يعتبر من اصغر الكباتن الموجودين بفريقنا. تعرف تسوق البايسكل؟ لا لا. شلون كابتن هاي شلون؟ هاي شلون هاي؟ هاي شلون؟ بس اعرف الكاراتيه. كاراتيه كاراتيه تلعب كاراتيه؟ بس مو تضرب زين. سوى حركة راضي يطير عيني. خذ احتياطك يا حبيبي. شكرا لك، وربي حفظه لك ان شاء الله. احنا نحاول نزرع هذه الرياضة، نحاول نزرعها بأبنائنا بجيلنا القادم، ننميها، نخليهم بذرة في مجتمع متحضر، مجتمع رياضي. هذا إذا ما انحكمت بهذه الأيام الأولى، إذا ما انحكمت علاقاته وظروفه وبيئته، من الممكن أنه أنت بعد عمر المراهقة، بداية عمر المراهقة ما لك سيطرة عليه، فيبدي يزحف مع التيارات اللي هي أشكال. بينما إذا انحكم بين هذه النخب الطيبة وهذه الكفاءات اللي موجودة بالفريق، اللي هي مو فقط كفاءات رياضية وإنما كفاءات أكاديمية وعلمية، فهذا من المؤمل أن يكون له مستقبل، له فد جدار ناري ضد الأخطار القادمة. أتشرف بك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مرحبا أستاذ علي حبيبي. تعال خليك يمنا، خليك يمنا إذا ممكن. يعني نستثمر وجود أصغر كابتن بالفريق. نعم. شلون الأجواء؟ أول شيء رمضان كريم عليك. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. حقيقة أنت اللي تشوفه الآن هي بيئة خلقوها الشباب، بيئة نظيفة، بيئة آمنة، حتى يعيشون بيها هم وأجيالهم القادمة، ومن هاي البيئة ويعزلون نفسهم عن كل ما هو مو صحيح في العراق. تعرف البلد العراق هو بلد مو طبيعي، بلد مرت عليه ظروف. نعم ظروف صعبة فوق الطبيعية. نعم. فبالتالي احنا لازم نتعامل بطريقة غير طبيعية ويا الموضوع حتى نوصل الى نتائج اعتيادية. انا اريد اتكلم تحديدا عن المبادرات اللي يقوم بها هذا الفريق تجاه المجتمع وتجاه الحكومة وتجاه الدولة العراقية تحديدا، لانه حقيقة حمل على عاتقه انه يصدر بعض الحملات اللي هي جدا مهمة على مستوى العراق، مثلا شارك رئاسة الوزراء بحملة مناخنا حياة، عند حملة يلا بايسيكل اللي هي يهدف بها انه يثقف كل المجتمع لاستخدام او لاعتماد الدراجة كوسيلة نقل بديلة صحية. الكلام اللي تكلموا به الشباب حول انقاذ المجتمع وانقاذ الشاب العراقي من كل الاخطار اللي احنا نعرفها وحاسين بها، وحاسين مرة على فلان مرة على فلان نفسه، وحاسين بمداها وخطورتها بالمستقبل. اليوم المخدرات، نكون صريحين، ولا الكسل ولا الفراغ ولا كلها يولد الوقت اللي دا يضيع عند الشباب بدون اي استهلاك. هذا الاخطر شيء، اخطر شيء. واني انا متخصص بالتنمية البشرية، اخطر شيء على الشاب العراقي الان هو الفراغ. الفراغ اللي موجود نتيجة البطالة، نتيجة حتى ابتعاده عن الدراسة، نتيجة الفراغ الثقافي اللي ولدته الظروف، كل هذا يؤدي إلى سحب الشاب العراقي إلى الخطأ، الخطأ إلى الإرهاب، إلى التطرف، إلى كل شيء. اليوم ما دام احنا لابسين هذا البرتقالي اللون الناري اللي يبث الطاقة بالمجتمع، خلينا على عاتقنا انه نجذب الشباب الى المنطقة الحقيقية والصحيحة. صح، كلام جدا ممتع وياكم بصراحة، لكن الله يسلمك. الوقت داهمنا ووصلنا للرمق الاخير. الرمق الاخير نقول مع السومرية فريق بغداد. جاهزين؟ جاهزين؟ طبيعيين؟ مشاهدينا الاكارم، الاجواء من الصعب انه نوصفها بكلمات. شبابنا مليئين بالطاقة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بحلقات أخرى على حب الله والوطن. في أمان الله. شكراً.